Evet, Kur'an başladı, ben gideyim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويرنا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدني واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم، واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم، ببركة القرآن العظيم. يا ربي okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i değerlerini kabul eyle. Başta Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruh hallerine hasreten hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Bütün geçmiş peygamberlerin ruhuna ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Cihar-ı Güzin efendilerimin ashab-ı kiramı da kullanan hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Burada bulunan cemaat-ı müslümin ile bütün geçmiş olan hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Bu kabristanda bulunan ehli kuburun da ruhuna hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Bugün defnettiğimiz Fatma annenin de ruhuna hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an'ın nurlandırır makamdan cennet eyle. Tahsiratlarını affeyle. Ya Erhamer Rahimin, hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, boşluk kullarına edalar nasip eyle. Bizleri de görünür görmez belalardan lütfen esir muhafaza eyle ya Rabbi. Dualarımızı dergâhında kabul eyle. Günahlarımızı affı mağfiret eyle. Huzuruna imanla, Kur'an'la hayır hasenat yaparak gelmeyi, kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid söyleyip ölmeyi ve yaşamayı nasip eyle. Kendine kul Habibin ümmet eyle. Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine mazhar eyle. Son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve habibuhu ve resulü diyerek cümlemize ruh teslim etmeyi, içine kapamayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allahümme Rabbena ufilni vel valideyye vel mu'minine yevme yekumul hisab. Bir rahmetke ya erhamer rahimin. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. uzaktan yakından bu merasime teşrif eden Allah razı olsun. Cenaze sahipleri tazileri mezarı çıkında kabul edeceklerdir. Cevat Babil Bey. Yılmaz Bey, senin de başın sağ olsun. Her iki yönden de başın sağ olsun. Senin de kayınvalidenize eyrabadan. Şöyle geçin de taziyeye.